فكرة إنشاء مجلس يوحد دول الخليج العربي والتي أوجدها أمير الكويت الراحل جابر الصباح منتصف السبعينات وجد طريقها إلى الأذان الصاغية، إلى أنها ظلت الطريق إلى تطبيق حتى العام 81 استجابة لأحداث إقليمية ودولية كالثورة الإسلامية في إيران واتفاقية كامب ديفيد المصرية الإسرائيلية عام 79. خرج مجلس التعاون الخارجي إلى النور والذي يضم في كنفه الدول الخارجية الست: السعودية، عمان، الإمارات، البحرين، قطر والكويت. هدف المجلس إلى إنشاء تكامل سياسي واقتصادي وأمني يواجه التحديات والمعادلات الجديدة، أملا في أن يصل التكتل يوما إلى الوحدة بعد نشوء بعام شكلت قوات درع الجزيرة. واجه المجلس أول تحدي جوهري بغزو العراق، إحدى الدول الأعضاء هي الكويت عام 90، ومن هنا توالت الأحداث الدراماتيكية التي أثرت على قراراته ورؤياه، من الاحتلال الأمريكي والإطاحة بصدام حسين عام 2003 إلى أحداث الربيع العربي عام 2011 التي رافقها دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين والمناداة بمنح العضوية للمزيد من الدول العربية الملكية كالأردن والمغرب. أضف إلى ذلك زيادة التغلغل الإيراني في المنطقة عبر وكلاء محليين عديدين. عام 2017 تعرض المجلس لهزة تمثلت في الأزمة مع قطر ومقاطعة دول خارجية لها، ومع ذلك حافظ المجلس على بقائه واستمرار أعماله إلى أن حلت الأزمة في قمة العلا عام 2021. على الرغم من طموح الوحدة إلا أنه لا يخفى على أحد وجود انقسامات كبيرة، فعدا قطر المحسوبة على محور الإخوان المسلمين العدو اللدود لبعض دول الخليج، هناك عمان التي عرفت بحفاظها على مسافة معينة وبحيادها وبعلاقتها مع إيران، ثم هناك الاختلاف حول التدخل في اليمن الذي أطلقه التحالف العربي بقيادة السعودية عام 2015. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر خدمة سكايب من الرياض المحلل السياسي السعودي سيد أحمد ركبان، ومن الدوحة السيد صالح غريب الإعلامي والكاتب القطري. أبدأ معك في البداية سيد صالح، سؤال عام في البداية لكنه بالنسبة لي الأهم، بعد 4 عقود من إنشاء هذا المجلس كيف تقيم عمله أو ما الذي تحقق من أهدافه؟ لأنه وضع أهداف طموحة جدا من الوحدة وإنشاء قوة مشتركة وما إلى ذلك. أهلا وسهلا بالضيف أيضا من أستاذ أحمد من الرياض. لا شك أنه كخليجيين استبشرنا خيرا بإنشاء مجلس التعاون، يجمعنا احنا كخليجيين ككتلة واحدة، يعني التاريخ المشترك، العلاقات، الحدود وغيرها من الأمور الأخرى التي تشكل منظومة مجلس التعاون. وبالتالي فإن منذ تأسيس المجلس حتى الآن دائما ما كنا نطالب كمواطنين خليجيين بمزيد من يعني مزيد من تحقيق الأهداف التي أنشئ على أثرها مجلس التعاون. لكن حقيقة مجلس التعاون على الرغم مما حققه لنا كمواطنين خليجيين بشكل عام، سواء كان فيما يتعلق بالتنقل بالبطاقة الشخصية، الآن الاتحاد الجمركي، الآن القوى الخليجية المشتركة بعد درع الجزيرة وغيرهم من الأمور الأخرى التي نرى أنه هي تحققت، وإن كانت ليست هي هذه الأهداف التي وضعت عندما تم تأسيس مجلس التعاون في 1981. لكن مجلس التعاون حقيقة مر بأزمات كثيرة جدا، بدءا من الحرب العراقية الإيرانية، بدءا من الاجتياح العراقي للكويت، مؤخرا الأزمة الخليجية وغيرها من الأمور الأخرى التي يعني من الصعب أن تكون منظومة مثل مجلس التعاون أن لا تكون بعيدة عن هذه الأزمات، وخصوصا الأزمة الخليجية التي حدثت. لكن الآن بعد اتفاق العلا حدث هذا التقارب بين دول مجلس التعاون، ومن هنا ارتكز على زيارة الأمير محمد الأخيرة قبيل انعقاد القمة الخليجية، بدأها من سلطنة عمان وايضا الإمارات وقطر والعهد السعودي الكويت. لذلك أنا أعتقد رؤية الأمير محمد الآن ورؤية المملكة العربية السعودية حقيقة أن تكون هي منظومة مجلس التعاون. بما أننا نتحدث عن السعودية لو ننتقل إلى السيد أحمد. سيد أحمد، لماذا المقر الرئيسي ل
المجلس في الرياض، لماذا لا تكون هناك عدة مقرات في دول أخرى؟ وهذا يقودني إلى سؤال الأكبر. هناك اعتقاد سائد أو تحليلات سائدة تقول إن هناك دولا بالأخص تلك الخليجية الصغيرة كانت دوما تتخوف وتتوجس من قضية المزيد من الاندماج مع باقي الدول الخارجية كالكبيرة منها والسعودية، وبالتالي تخسر من صلاحياتها ومن سلطتها. أولا مساء الخير لك والأخ صالح من قطر الشقيقة. اليوم الحقيقة المجلس الخليجي يعتمد اعتماد كلي على احترام الجميع لبعضهم البعض، وخاصة فيما يعنى برؤساء الدول. وأعتقد الحقيقة رأيتم في أكثر من مشهد الاحترام المتبادل بين أعضاء المجلس وخاصة رؤساء الدول والممثلين لدولهم. فلا أعتقد الحقيقة في أثناء قيام المجلس أو انعقاد أن تكون هناك دولة صغيرة أو كبيرة. الكل الحقيقة دولة واحدة، الكل الحقيقة مجلس واحد ووحدة وطنية كاملة كما ذكر الزميل صالح قبل قليل. اليوم الحقيقة طبعا عندما تسأل تقول أن مثلا لماذا مجلس التعاون في الرياض، فالرياض طبعا هي الشقيقة الكبرى، وأعتقد أن احترام دول مجلس للرياض هذا احترام متبادل منذ أزل، منذ أكثر من 42 جلسة تقريبا. يعتبرون الحقيقة المملكة السعودية هي الحقيقة يعني الشقيقة الكبرى، ولذلك يعني لا يختلف أن يكون في الرياض أو يكون في الكويت أو في قطر أو في عمان أو في البحرين أو في أي مكان آخر. اليوم الأهم شيء طبعا المضامين المجلس، والحمد لله اليوم الجلسة أو العقاد الثاني والأربعين، نعتقد المجلس الآن يتجه اتجاه سليم. بدأت الحقيقة الأخوة تتضح على الجميع، وأنا أعتقد الابتسامة في أوجه الحقيقة رؤساء الدول في انعقاد المجلس في الرياض قبل يومين هو رسالة قوية جدا لمن يتمنى أن يفترق هذا المجلس. وأنا أعتقد مجلس التعاون دول الخليج هو يعتمد اعتماد كلي على الوحدة الخليجية وعلى التضامن الخليجي وعلى بناء البيت الخليجي. وأعتقد الحقيقة رأيتم منذ العلاء واليوم الحقيقة الرياض هذا شاهد ودليل على أن المجلس يستمر مثل ما ذكر الزميل. كذلك أيضا جولة الأمير محمد بن سلمان للدول الخمس الأعضاء في مجلس الخليجي، نعتقد أن هذا أيضا سهلت مهام كثيرة جدا في انعقاد المجلس في وقت قليل جدا ضيق قبل أمس. طيب سيد أحمد، أنا سوف أتدرج للقمة اليوم، لكن أريد أن نتعمق أكثر في هي هذا المجلس. كان هناك دوما أطروحات لضم المزيد من الدول، أن يصبح 6+1 أو 6+2. كانت هناك أطروحات لضم المغرب وأحيانا الأردن. هل كانت هناك يعني ما مرد هذه الأطروحات، وهل هي نبعت عن تخوفات أحداث 2011 في عدد من الدول العربية؟ نعم صحيح، أيضا كان اليمن وكان العراق في صحيح. نفس الوقت، لكن الحقيقة الظروف لم تساعد مجلس التعاون لدول الخليج، وأيضا ظروف الدول الأخرى الحقيقة الانقسامات أو الخلافات أو الظروف الحقيقة يعني الزعزعة الأمنية داخل هذه الدول، ربما هي الحقيقة لم يعني يؤخذ هذا الأمر بصورة سريعة بصورة جدية. نتمنى الحقيقة نحن في مجلس الخليجي أن ينضم إلينا دول كالأردن كسوريا أيضا وكالعراق واليمن، لكن مع الأسف الشديد أن البيئة ربما لم تساعد في هذه الفترة الحالية. وأعتقد أن المجلس ربما لديه ملفات أخرى أهم من انضمام هذه الدول، هي طبعا إصلاح يعني ذات البين داخل هذه الدول، وكذلك أيضا تأمين الأمن الداخلي في تلك الدول. اليوم المجلس الخليجي طبعا يعتمد اعتماد كلي على ان رؤساء الدول الحقيقه هم يعني منتخبون يعني بحكم ايديولوجيه امارات وكذلك الحكم الملكي في المملكه السعوديه، ولذلك يعني لا الحمد لله لا نجد لله الحمد يعني زعزعة في هذه الدول، ولا نحتاج ايضا الى انتخابات او شيء من هذا القبيل. لكن الدول المجاوره لديها دستور يختلف تماما اختلاف كلي عن مجلس التعاون لدول الخليج، وعلى اساس ذلك المجلس التعاون يرحب بمثل هذه الدول. نعم. طيب اعود لسيد صالح، لكن هذه الزعزعة حدثت بالفعل، وما جرى عام 2017 هو لم يحدث بين ليله وضحاها، يعني هو كانت نتيجه تراكمات من الخلافات او لنقل خلاف في الرؤى. سيد صالح، الحديث لا يدور فقط حول قطر وتوجهاتها، إنما أيضا عمان لطالما كانت صحيح أنها جزء من المجلس، لكن لطالما عرفت بالنأي عن النفس وبسياسة مختلفة خارجية نوعا ما، ليس كذلك؟ نعم، أولا يمكن حددت أنه لماذا المملكة العربية السعودية ومقر الأمان العامة. نعلم أنه كثير من المنظمات التابعة أو المؤسسات التابعة لمجلس التعاون موزعة في كل دول الخليج، كان هناك في قطر، هناك أيضا في قطر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، جهاز مؤسسة الإنتاج البرامج على سبيل المثال في الكويت، وغيرها من الدول التي فيها مؤسسات تابعة لمجلس
التعاون، لكن الأمانة العامة موجودة في الرياض، لأنه المملكة العربية السعودية قامت بإنشاء مقر الأمانة العامة. ولا هو مثل ما ذكر الأستاذ أحمد، ما يضر أنه والله الأمانة العامة موجودة في الرياض، لأنه نعلم مكانة المملكة العربية السعودية عند القيادات في دول مجلس التعاون، وأيضا عندنا كمواطنين قطريين، كمواطنين خليجيين أعتذر. فيما يتعلق يعني بهذا يعني التباعد في السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون، سواء كان قطر مثلا علاقاتها مع إيران أو تركيا أو أي دولة من الدول، عمان سياستها مختلفة، لكن في النهاية عندما اجتمع القادة، ولاحظت قبل قليل ظهرت صورة للقادة وهم في قمة الرياض، يعطي انطباع كامل أن هناك اتفاق، ولعل ما ذكر أيضا حول يعني الأمن، ما يربط دول مجلس التعاون وما يضرها يضر أي دولة أخرى. هناك توحد الآن، يعني أنا أعتقد من هنا أؤكد على جولة الأمير محمد في توحيد الصف الخليجي، ومن ثم عقد القمة الخليجية بهذه الصورة بهذا الأمر. لذلك تركت أيضا السياسات، على سبيل المثال الإمارات والبحرين قامت بعملية تطبيع، لكن هذا لا يشمل الدول الخليجية، قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، لكن هذا لا يشمل، لكن لا يجب أن تكون هناك سياسة خارجية موحدة وأن يكون هناك عملية تصويت على هكذا شؤون. لا، هي تركت السياسة الخارجية، يعني كل دولة تحدد سياستها، لكن في المجمل هناك اتفاق على جميع الرؤى والاستراتيجيات والخطط التي يضعها المجلس أو يضعها القادة لمنظومة مجلس التعاون. فهذا لا يضر أن والله قطر لها سياسة والمملكة لها سياسة. الآن المملكة تقود يعني المنطقة إلى التوحد، إلى التكتل، من ضمن لمواجهة الأخطار التي تعاني منها المنطقة. لو بقيت أصلا الأزمة الخليجية على سبيل المثال لما وجدنا هذا الأمر. ولعل الترحيب الذي تم في قمة العلا لأمير دولة قطر، وايضا هذا الاستقبال الحافل، ايضا الاستقبال الكبير اللي تم للامير محمد بن سلمان في الدوحه، طيب، اعطى هذه الصوره والجوله التي كانت ايضا موجوده في قطر للامير محمد. انا اعتقد الان نحن متوجهين كخليجيين الى كتله واحده، قد بعد ذلك تتفق رؤانا وافكارنا فيما يتعلق بالسياسات الخارجيه. نعم. طب سيد أحمد، رغم ذلك ما تزال هناك يعني وجهات مختلفة جذريا، يعني نرى الاختلافات فيما يتعلق بحرب اليمن، نرى الاختلافات كيف تتقرب الإمارات من عدد من دول المنطقة، الأمر الذي حتى الآن لم تقدم دول خليجية أخرى على نفس الخطة. طب ما الذي يضمن أن هذه الاختلافات التي يعني البعض يراها من الخارج كبيرة جدا، ما الذي يضمن ألا تحدث هزة أخرى في المجلس؟ نعم، ما أعتقد هناك خلافات، لأنه مؤكد الحقيقة أن هناك اتفاق ما بين دول المجلس الست في تحركاتهم السياسية الخارجية. قد تقصد إيران، عندما زار إيران وفد من الإمارات العربية المتحدة، أو مثل ما ذكر الزميل صالح هناك تطبيع مع إسرائيل. نحن في مجلس التعاون للدول الخليج نتفق جميعا على أن تكون الدول عندما تمد يدها للسلام نحن مع السلام، ولذلك مهما كانت الدولة التي أمامك يجب الحقيقة أن نمد السلام لها ونحترم الشعوب جميعا بكل أطيافها وبكل دياناتها. اليوم الحقيقة المجلس يتحرك وفق تفاهمات معينة يتفق عليها مجلس التعاون لدول الخليج. هناك مصالح اقتصادية، هناك مصالح اجتماعية، هناك مصالح أيضا تهم تلك الدول من أجل حقيقة بناء لحمة خليجية. أنا أعتقد أن حتى قطر الحقيقة اليوم لها علاقات طيبة الحقيقة، سواء كانت مع إيران أو كانت مع تركيا، ولذلك لم يؤثر الحقيقة في بعض المعطيات. اليوم قطر تقوم بدور سياسي جدا مهم، الإمارات تقوم أيضا بدور سياسي مهم لتوحيد الوحدة الخليجية وبعض الدول العربية والإسلامية. لكل دولة الحقيقة سياستها، ولذلك المملكة لا تدخل في مثل هذه الأمور إلا الحقيقة عندما يتفق الجميع على شيء معين. اليمن عقيقة طبعا كل الدول متفقون تماما على أن تدخل إيراني هو مزعج للمنطقة، وكذلك أيضا الحوثي يعتبر غير شرعي لليمن. كل هذه معطيات يتفق عليها الجميع.
أشكرك السيد أحمد ركبان المحلل السياسي السعودي، كنت معنا من الرياض. وأيضا أشكر السيد صالح غريب الإعلامي والكاتب الخطري، كان معنا من الدوحة. شكرا جزيلا لكما. شكرا.